السلام عليكم. أوبو تولي منافسة مع شاومي وريالمي بهاتف من الفئة الاقتصادية بمواصفات رائعة. هاتف سيرقى نسب مبيعات كبيرة. الهاتف الجديد اسمه أوبو A12S بمعالج من ميديا تك هيليو P35، وهو نفس معالج هاتف أوبو A5S. ذاكرة التخزين العشوائية 3 جيجا، وذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجا. بطارية الهاتف 4320 ملي أمبير. نظام تشغيل أندرويد 9. شاشة الهاتف IPS LCD 6.2 بوصة، كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل. سعر الهاتف 129 دولار، في السوق الجزائرية حوالي 2.4 ملايين. متوفر في اللونين الأزرق والفضي. وزن الهاتف 165 غرام. سمك 8.3 ملم بقوة شحن 10 واط.